السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة كريمو تيك. إذا قبل بداية هذا الفيديو كالعادة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ووضع لايك لهذا الفيديو كتحفيزا لنا. إذا في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم مواصفات وسعر هاتف كوندور أليير أم 3 لايت. صراحة هذا الهاتف نسخة مخففة ورائعة جدا. المهم سوف نستعرض عليكم المواصفات بالإضافة إلى السعر بدون إطالة عليكم فننتقل على بركة الله. المهم نذهب إلى الشاشة أو نبدأ بالشاشة. جاءت الشاشة بمقاس 5.8 إنش بدقة 720x1520. المعالج من نوع ميديا تيك أم تي 6765 8 نواة بتردد حتى 2 جيجا هرتز. الرام 3 جيجا بايت. الذاكرة التخزين 32 جيجا بايت قابلة للتوسع. نظام التشغيل اندرويد 8.1. الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 16+5 ميجا بيكسل مع فلاش. الكاميرا الامامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش. تقنيات الاتصال 2G 3G و4G. عدد الشرائح سيم شريحتي اتصال 2 يعني. البطارية سعتها 3000 ملي امبير. جاء هذا السعر الذي متوفر يعني متوفر حاليا في الاسواق ب 3,590,000 يعني 3,590,000. تقدر تشتري من اي محل يعني في الجزائر. المهم اخواني اخواتي كانت هذه هي مواصفات وسعر هاتف كوندور أليير أم 3 لايت. اتمنى الفيديو قد نال اعجابكم. ما تنساوش ابوني او اشترك في القناة وتفعيل خاصية الجرس اذا اعجبتكم. وجمل هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.